السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. سيكون عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع فوضى السلاح والميليشيات في عراق ما بعد الاحتلال، ويمكنكم المشاركة معنا عبر أرقامنا التي ستظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وأيضا يمكنكم المشاركة عبر خدمة الواتساب عن طريق إرسال رسائلكم النصية. فاصل ونعود. ليش بهالوقت جرائم الاختطاف تزداد؟ بعضها سياسي. يخططون الصحفية أفراح شوقي أن المدنية الأخرى من قبل الميليشيات المسلحة شمالية شرقية. ليش جرائم الاغتيال تزداد؟ من وراء عمليات الخطف اللي صارت ببغداد كلها 99% من عدها اللي قاموا بها مرجالة المالكي. أي والله بعض محسوب على جهات معينة، بس هالجهات على أسنها تابعوا أعضاءهم. أليس من الممكن أن يكون لهم خطمة على الغار؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن بتاريخ 15 من ديسمبر من عام 2017 أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ تطبيق سياسة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك في بيان نشر على حساب مكتبه الرسمي على تويتر. والآن وبعد مرور عدة شهور على هذا الإعلان وبالرغم من عدم تطبيق هذا القرار، إلا أن العبادي عاد من جديد ليشدد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة. وبالرغم من التصريحات التي أطلقها العبادي إلا أن الميليشيات لا تزال تجوب شوارع العراق وتسبب الذعر للمواطنين وتخطف وتقتل وتبتز، ويجاهر زعماؤها بقوتهم وسطوتهم، بل حتى خرجوا بكثير من الأحيان ليرفضوا تفكيك قوتهم وتسليم أسلحتهم. الميليشيات في العراق لا تكترث للقانون بل تعتبر نفسها فوقه. ومن الأدلة الكثيرة على هذا التصرف أو على هذه التصرفات هي اعتداء عناصر ميليشيا حزب الله العراق على نقطة تفتيش في بغداد، وعملية اغتيال مدير الجوازات في محافظة بابل، وغيرها الآلاف من العمليات التي نفذتها هذه الميليشيات. مشاهدينا الكرام، مجموعة من الأسئلة نطرحها لحضراتكم بهذا الخصوص. لماذا لم يتم تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة التي أعلن عنها حيدر العبادي في السابق؟ وكذلك ما العوائق التي تقف أمام العبادي في تطبيق قراراته، ليس فقط عملية حصر السلاح بل كثير من القرارات التي لا تكترث لها المجاميع المسلحة الموجودة في العراق، سياسيون وغيرهم الكثر طبعا من الشخصيات الموجودة في هذه السلطة التي لا تستمع إلى حيدر العبادي. قضية أخرى وهي جدية حيدر العبادي من عدمها في قضية حصر السلاح بيد الدولة، هل هذه التصريحات التي تخرج هو جاد بها طبعا بهذه التصريحات، وكذلك بقضية حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة الميليشيات وقبلها محاربة الحيتان وإعادة الأموال التي سرقت عن طريق الحكومات السابقة، كل هذه وعود وتصريحات وكذلك قرارات خرجت في السابق ولكن لم ينفذ أي منها. كذلك نذكر مشاهدينا الكرام بقضايا اختطاف كثيرة حدثت في العراق، كانت السلطة الموجودة حاليا هي مجرد وسيط بين الميليشيات وبين ذوي المخطوفين، إن كانت جهات حكومية إن كانت مع أفراد. نذكر مشاهدينا الكرام بقضية مختطفي الرزازة والصقلاوية الذين وصل عددهم إلى أكثر من 3000 شخص، وإلى الآن لا أحد يعلم أين ذهبوا وما هو مصيرهم. طبعا الذين خطفوهم هم ميليشيات مسلحة كما قال النائب أحمد السلماني. نذكر أيضا مشاهدينا الكرام بقضية المخطوفين القطريين، الصيادين القطريين الذين جاءوا إلى العراق اختطفوا عن طريق ميليشيا حزب الله العراق بما هو متداول طبعا، وبعد ذلك بوساطات محلية ودولية إقليمية كذلك تم الإفراج عنهم بمبلغ وصل إلى مليار دولار. قضية المخطوفين اللبنانيين، قضية المخطوفين الأتراك العمال وغيرهم طبعا من الكثير من المختطفين الذين خطفوا عن طريق ميليشيات، تحدث حالات فردية من الخطف الابتزاز التي تنفذ في العراق. طبعا أفرج عن بعضهم كما ذكرنا قبل قليل بقضايا متعلقة بوساطات ودفع أموال طائلة طبعا، وأبرز القضايا بهذا الخصوص هي الصيادين القطريين. مختطفو الصقلاوية والرزازة حتى هذه اللحظة لم يطلق سراحهم، لا يعلم أين هو مصيرهم، ماذا حل بهم. هذه أسئلة طبعا تحدث بها النائب أحمد السلماني
وكذلك موضوع طبعا تحدث به ومواضيع طرحت بهذا الخصوص بكثير من الأحيان. وحتى هذه اللحظة هذه السلطة لا تعلم أين هم. هناك كما ذكرنا معتقلات سرية وسجون تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة في العراق، وبالتالي من الطبيعي أن لا تعلم هذه السلطة عن مكانهم شيء، لأنها فقدت السيطرة على هذه الميليشيات الموجودة في العراق. هل باتت السلطة في العراق الآن كما ذكرنا هي مجرد حلقة وصل بين الخاطفين والمخطوفين أو ذوي المخطوفين؟ لأنها حتى هذه اللحظة لم تقم بعملية إطلاق سراح مباشر، وإن تمت هذه العملية أو تروج لها هذه السلطة فلم نشاهد الجنات الذين قاموا بعمليات الاختطاف. حتى هذه اللحظة الميليشيات التي قامت بعمليات الاختطاف والتي أفرجت عن المخطوفين لم نراهم ولم نعلم أين هم ولم نعلم من هم، بل هي مجرد معلومات تداول أو يتم تداولها من هنا وهناك بين قنوات ومحطات إخبارية، وكذلك طبعا صحف رسمية موجودة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي التي تعلن بين حين وآخر عن بعض المعلومات التي تسرب من هنا وهناك عن الجنات الحقيقيين. أيضا لدينا موضوع مشاهدينا الكرام هو دور هذه السلطة في حماية المدنيين في العراق. الآن المواطن العراقي يعاني بسبب انتشار السلاح بشكل كبير. تابعنا كثير من الأحيان قضية النزاعات العشائرية التي حدثت في العراق تحديدا في المحافظات الجنوبية. هناك عشائر استخدمت أسلحة متوسطة بل وصلت إلى امتلاكها للثقيلة منها، وكذلك الصراعات التي تحدث لأتفه الأسباب طبعا يذهب الضحايا مدنيون أبرياء. سلطة تنظر وترى كما نحن ننظر ونرى، نحن وسيلة لعرض ما يتم تداوله في العراق، وبالتالي من الطبيعي أن تعلم السلطة بما يحدث في العراق، لأننا لا نتبنى شيء، نحن نعرض مواد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو في صحف رسمية أو في منظمات حقوقية أو في قنوات إخبارية أخرى. نقوم بعرض هذه المقاطع من أجل أن يشاهدها المجتمع العراقي، وبالطبع ستشاهد الحكومة إن كانت تطلع على هذه الأمور. قضية أخرى حدثت قبل يومين هي قضية اختطاف تمت على طريق بغداد كركوك. تبنى تنظيم الدولة هذه العملية والمختطفون هم 6، 3 من محافظة كربلاء وكذلك شخص من الغزالية و2 من محافظة الأنبار. طبعا هذا الموضوع تم تداوله بشكل كبير، مطالبات كثيرة من أهالي المختطفين لإطلاق سراحهم، ولكنهم تم إعدامهم عن طريق نفس الجهة الخاطفة، ولكن السلطة لم تتدخل بهذا الخصوص. دعونا نشاهد ونستمع مشاهدينا الكرام إلى حديث أحد ذوي المخطوفين الذين طبعا كما ذكرنا اختطفهم تنظيم الدولة، وما الذي تحدث به وما الرسالة التي وجهها إلى هذه السلطة، فلنشاهد. أنتم أولاد المخطوفين. لو ما دولة لو ما دولة ما يقعدون كراسيهم. لا بالله لو ما دولة ما تقعدون ولا تصيرون على المناصب. والله تأخذون جنتكم وترحون الله وياكم مثل ما أجيتوا على الدبابات ترجعون على الدبابات. خلف الله على الشعب لأن غشيم الشعب خلوكم. تريد أولادنا من عندكم وطالبكم رئيس الوزراء والحكومة المركزية ومحافظ كربلاء ما لك دور صار. ليش؟ شنو دورك؟ أنت رجل أول بمحافظة كربلاء. شنو سويت لي؟ اجيتنا وصلتني سألت على أولادنا دقيت الباب علينا لو شفت المظاهرة ودرت وجهك. مو أولادك ذولي مو أنت اليوم أبوهم. نريد نطالب 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 نريد أخوتنا وإلا بعشنا بحياتنا. إذا داعش عصابات داعش قدامنا علينا وعلى أعدائنا بعد راح يوصلون بيوتنا. حبيبي تموت على عرضك على مالك على دينك. ليش نايمين يا أهل المناصب يا أهل الفلوس يا أهل الفلوس تطول كل فلوسكم بالخارج. بس خلي أعطي كلمة. طبعا بعد بيان الحكومة العراقية اليوم اللي هي ترفض التفاوض مع تنظيم داعش أحب أذكر بشغلة وده اللي هو حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني عقد صفقة مع داعش لأجل سلامة اللبنانيين وتبادل الأسرة بين داعش واللبنانيين في الأراضي السورية. اليوم لا قادة الحشد الشعبي لا القادة الفصائل اللي يسمون نفسهم قادة مقاومة لا حكومة لا حيدر العبادي لا حكومة كربلاء كلكم اليوم تخليتوا وتكتمتوا عن هذا الشيء.
إذن مشاهدينا الكرام، كما استمعتم كلام مهم جدا أن يتم طرحه في هذا البرنامج، وهو حديث الشارع العراقي الآن، كيف تتعامل السلطة مع هذه القضايا التي تحدث في العراق تقريبا بشكل شبه يومي. معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. حياك الله أستاذ. بالنسبة إلى مسألة فوضى السلاح، والسلاح موجود بيد الميليشيات والعصابات وثانيا بيد الناس، بالنسبة للناس ما لها كل ثقة أن تسلم سلاحها حتى المجاز، زين أن تسلم سلاحها في هذا الوقت إلى هؤلاء، لأن هذه العصابات هي الحكومة، ليست محل ثقة أن تأمن الشارع بمعنى الكلمة، ليس بيدها كل شيء، مستحيل. خياناتكم بالجيش، عمالة نيران والميليشيات، قادة الميليشيات وبالشرطة الاتحادية، وهي الميليشيات موجودة، وهي الميليشيات الإيرانية موجودة، فلهذا السبب الناس يخوفون. أما بالنسبة للعصابات، هي عصابات تابعة لهذه الميليشيات اللي تقوم كل هذه الأفعال والجرائم أستاذ. أما الميليشيات مستحيل أن يسلمون سلاحهم، أما يجي يقول لك أنا جمدت بالبصرة مقتدى، وهذا كله كذب بكذب، ما يقدر، لأنه إذا جمد. طيب أبو عمر، ما الذي يمنع السلطة الموجودة الآن في العراق، يعني حيدر العبادي لديه صفات كثيرة، أهم هذه الصفات القائد العام للقوات المسلحة، يعني لديه السيطرة على الجيش وعلى الشرطة وعلى أي قوات أخرى حكومية في هذه الدولة، ألا يستطيع أن يسيطر على سلاح تمتلكه عصابات مسلحة خارج عن القانون، خارج عن سيطرة الدولة؟ أستاذ محمد، بالنسبة للدولة، الدولة منتهية، ماكو دولة، أكو مجرد كيانات، مجرد عصابات، مجرد أحزاب. هذا الدولة تقول عليها هذه ما بيها سلطة حقيقية. أنا ذكرت لك نتيجة تقسيم البلد إلى أحزاب وإلى عصابات وإلى ميليشيات وإلى، يعني حتى بالجيش أكو من موالين، أنا ذكرت لك يا هذه ليس صاحبة قرار، مستحيل أن تملك القرار. لكن أعطيك معلومة بالنسبة للثمانية الأشخاص اللي قتلوا على طريق العظيم، مطلع بطل النصر والسلام، قائد النصر وقائمة النصر باسمه، قال إحنا حررنا العراق وخلصنا من داعش. زين هذا منين دا تجي؟ هذا أقسم لك بالله العظيم هو يعرف بها كل زين، والاستخبارات الأمريكية تعرف، والاستخبارات العسكرية مالته تعرف، كل زين يعرفون هذا دا تقوم بها إيران بميليشياتها. هذا وضع، هذا يريدون يرسلون رسالة إنه أنتم بهذه الانتخابات لازم ما تتركون قائمة هادي، قائمة قاي، قائمة نوري، لازم تكون لها سلطة بالدولة، مستحيل تتركوها. أما ما تقولي تنظيم الدولة، صحيح تنظيم الدولة هو جندوب تجينا بغريب، لكن أنت بالصحراء تتيمم مو مشكلة بالتراب، أنت بهذه درجة حرارة 50، أنت وين تقدر تاكل وتشرب؟ إيش تاكل وتشرب؟ التراب ياكلون يشربون. استاذ من جابهم؟ جابهم سليمان بيك، هم بالعظيم الخطوه، معناته سيارات عسكريه تقود الميليشيات الايرانيه وياها حق باجات تجي ترمي الجثث بهذه المنطقه، خلي يكون بعلمهم هذا الخطف ما يتم. انت حررت العراق، ما تقدر تحرر من الخالص للعظيم 70 كيلو متر 60 كيلو متر، ما تقدر تسيطر عليه، تقدر تنصب 20 سيطره اذا صرت انت صحيح بطل النصر وقائمه النصر باسمك، هذول كله كذب بكذب. شكرا ابو عمر، اشكرك للمشاركه ابو عمر. طرح سؤالا مهما للغايه السيد ابو عمر. عندما نتابع هذه الاحداث التي يخرج تنظيم الدوله بين حين واخر يتبناها، ان كانت قضيه اختطاف كما تابعنا او قضايا اخرى ربما متعلقه بتفجير او ما الى ذلك، حيدر العبادي عندما اعلن النصر كما سماه والانتهاء من وجود تنظيم الدوله في العراق، وأن هذا التنظيم انتهى تماما ولم يعد هناك أي خطر يهدد حياة العراقيين، إذا لماذا نرى التنظيم بعد ذلك يقوم بعمليات وينفذ عمليات، وإذا به طبعا كما تابعنا قضية الاختطاف وغيرها، إذا هل العبادي لم يكن صادقا بقضية التحرير والانتصار التي سماها طبعا، وهي محاولة كانت منه لكسب الرأي الشارع العراقي قبل الانتخابات، وهي محاولة طبعا للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، أم أنه فاقد للمعلومات، فاقد للأهلية بمعرفته لقضية الأحداث التي تحدث على الأرض في العراق، القضايا العسكرية، القضايا الأمنية وما إلى ذلك. معنا اتصال، تفضل أبو ناصر، تفضل.
أبو ناصر. عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك والقناة الرافدين أخوي العزيز. حياك الله. أنا أستاذ محمد أنا عندي مجرد أسئلة للقائد العام للقوات المسلحة طبعا بين قوسين. أقول له أنت لما أعلنت النصر وين نتائج النصر اللي المواطن هسه ما يقدر يأمن على نفسه يطلع من محافظة إلى محافظة؟ نعم. بعدين لما تطلع وتقول الدولة ما عندها الإمكانية أن تحمي كل المناطق بالعراق، هذا الجيش اللي موجود هسه وهاي وزارة الداخلية والمنتسبين وهاي الميليشيات اللي أسسوها شنو دورها؟ يعني ماكو دولة بالعالم بيها ميليشيات مسلحة بقد الموجودة بالعراق، كل حزب وكل كتلة عندها ميليشيا مسلحة ومزودة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وحتى ثقيلة. نعم. وطبعا الدعم من إيران، والدولة عاجزة تماما عن إيقاف استهتار هاي الميليشيات أستاذ محمد، لأنها برأيهم هي خط أحمر ولا واحد يقدر يوصل له. وإلا شنو معناها كل بين فترة وفترة يطلع قائد ميليشيا ويصرح كيف ويهدد وما حد يرد عليه وما حد يقول له أنت ليش دا تطلع وتحكي الحكي هذا؟ نعم. وهي هاي نتيجة فتوى السيستاني بتأسيس الحشد اللي زرع الخوف والرعب وقلوب العراقيين، حتى صار العراقي مثل ما قلت لحضرتك ما يمن على نفسه وعائلته حتى لو كان قاعد ببيته. يعني قبل فترة قتل شرطي بالثورة اللي يسموها مدينة الصدر من قبل ميليشيا سرايا السلام، وهي بالأساس سرايا الإجرام مو السلام. طيب. بس أريد أعرف شنو كان موقف العبادي اللي مثل ما قلت لحضرتك بين قوسين القائد العام للقوات المسلحة، شنو كان موقفه وشنو موقف وزير الداخلية الإيراني الجنسية قاسم الأعرجي؟ مو المفروض هو الحامل كل منتسب بوزارة طيب. الداخلية؟ أنا عندي سؤال أبو ناصر، من هو مقتدى الصدر ليقوم بعمل استعراض عسكري في بغداد، أو من هو هادي العامري ليتحدث بأن الحشد الشعبي المفروض المجاميع المسلحة التي تشكلت وفق فتوى دينية لها مرحلة فقط، من هو ليقول بأنه لدينا الآن قوة عسكرية تضاهي قوة الجيش بل تتفوق عليها؟ من هو واثق البطاطا الذي يهدد والذي يقوم بعملية اختطاف وتتواصل معه الدولة حتى يفرج عن المخطوفين القطريين وغيرها من القضايا الأخرى؟ من هم هؤلاء حتى يسمح لهم بفعل ما يفعلوه الآن؟ هذا السؤال أستاذ محمد وجه للقائد العام للقوات المسلحة، نقول له شنو هذولة ومنو هذولة ومنين مدعومين وشلون تسمح لهم بصفتك أنت رئيس وزراء وعلى أعلى سلطة بالبلد، شلون تسمح لهم بكل هذا اللي دا يسووه؟ شنو هذولة وليش دا يطلعون وليش دا يهددون وليش دا يقتلون وليش دا يخطفون؟ شنو اللي أنت سويته تجاه هذول الأشخاص وهاي الميليشيات المسلحة الموجودة بالبلد اللي الصول والجول براحتها وما حد يقدر يردعها؟ شنو اللي قدمته أنت بالأساس؟ شنو اللي قدمته للعراقيين؟ أنت عايف يعني هسه أبسط شيء هذول الستة الأشخاص اللي انقتلوا من قبل داعش. نعم. يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي تابعنا بأنه راح يطلق سراحهم وراحوا الأهلهم ودا يحتفلون وياهم وهسه راح يجون وبعد شوية يجون، وما طلع واحد من الحكومة وصرح وقال بأنه هاي الأخبار كلها كاذبة ولا يضحكون على الناس. إذن فالحكومة عندها علم بكل اللي دا يصير أستاذ محمد. يعني حكومة ما تعرف هذا الشخص انخطف وهذا وين هذول اللي انخطفوا بالرزازة؟ شنو مصيرهم؟ منو سأل عنهم؟ منو دافع عنهم؟ ولحد الآن ما حد يعرف شنو مصيرهم. نعم. شنو هالدولة هاي اللي لعبت بينا لعب وما خلت شيء يصلح للعيش بيها؟ يعني هم بيردون يكرهون المواطن العراقي ببلده. إيران ما تريد استقرار العراق يا أستاذ محمد، إيران داعم الميليشيات بكل قوة، حتى سوت لهم مصانع أسلحة ثقيلة موجودة هسه حسب ما سمعنا ببغداد وبقية محافظات. إيران هي اللي دمرت البلد والمرجعية مالتهم ساكتة وراضي على كل هذا اللي يصير. أشكرك أبو ناصر شكرا جزيلا. نقاط مهمة أيضا أخذناها من حديث السيد أبو ناصر من تركيا عن دور المرجعية في العراق بانتشار السلاح بهذا الشكل الواسع. طبعا قال السيد أبو ناصر من تركيا أن المرجعية في النجف كان لها الدور الأبرز في عملية انتشار السلاح نظرا للفتوى التي خرجت بقضية الجهاد الكفائي كما قيل، وهذه الفتوى التي دعت إلى حمل السلاح وبالتالي دعمت من موقف الميليشيات الموجودة، لأن كل زعماء الميليشيات بمجرد أن ظهرت هذه الفتوى أصبحوا يتذرعون بها كوسيلة لحمل السلاح ووسيلة
للقتال ووسيلة للسرقة ووسيلة للخطف والابتزاز، وأصبح وجودهم هو وجود مقدس كما وصفوا، والبرلمان بدأ يعطي حصانة وطبقت القوانين بحيث أنهم يقال بأنهم تابعون للقائد العام للقوات المسلحة، ولكن في الأصل لا أحد منهم يستمع إلى حديث القائد العام للقوات المسلحة. والدليل أن أبو مهدي المهندس في إحدى اللقاءات أو في إحدى المؤتمرات التي عقدها قال بأنه لن يسمح بفك أو تفكيك عناصر الحشد الشعبي حتى وإن كانت الأوامر قادمة من حيدر العبادي من القائد العام للقوات المسلحة، قال بأنه لن يسمح بهذا الأمر. طيب إن كانت القيادة أو قيادة الحشد الشعبي وزعماء هذه الميليشيات لا يرضخون ولا يخضعون لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق أو الحكومة دعونا نسميها، إذن من الذي سيؤثر عليهم؟ كيف يمكن للعراق أن ينتهي من وجود الميليشيات وفرق الموت وانتشار السلاح بشكل كبير في هذا البلد؟ ما هي الوسائل المتاحة للعراقيين لكي يخلصوا أو ينتهوا من قضية السلاح المنتشر طبعا في المحافظات بشكل عام، قضية حتى الآن كما قلنا قبل قليل العشائر الموجودة في المحافظات العراقية والجنوبية منها تحديدا هي التي تستحوذ على سلاح كبير، لديها أفراد، لديها عملها عمل الميليشيات بالضبط لا زيادة ولا نقصان، من يحمل السلاح خارج نطاق الدولة بالعرف الدولي العالمي هو ميليشيا، هو عناصر، هو عصابة، هو مجموعة من المقاتلين غير الشرعيين، وبالتالي انتشار أعدادهم بهذا الشكل الكبير في العراق يطرح تساؤلات كثيرة. دعونا نشاهد ونستمع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام قبل الذهاب إلى الفاصل حديث حيدر العبادي عن تورط جهات سياسية في هذه الدولة مع أو تعاونها مع تنظيم الدولة أو مع جهات وصفها بالإرهابية، وكذلك حديثه عن محاولة تأجيج الوضع وتأزيم الوضع في العراق عن طريق هؤلاء، فنشاهد. المعلومات اللي عندنا من خلال الأجهزة الاستخبارية مجموعة إرهابية قامت بالخطف، ولكن هناك معطيات أخرى أيضا تدلل أو هناك خلط أوراق. شكد حجم خلط الأوراق بالمواقف بالوضع الإعلامي، شيء أبعد من هذا، أكو شيء بخلط أوراق. الأجهزة الاستخبارية تبحث عنه وتتحلل هذا الموضوع، ما أبحث أكثر من هذا. ندري بعض الجماعات عندها علاقة بجماعات إرهابية لأسباب متعددة ندري، بس الآن دا نحقق مدى ما مستوى هذه العلاقات، هل يتصل إلى مستوى عدوي صديقي؟ إذا البعض يريد الأوضاع بالعراق تفشل أو تتراجع هل يلجأ إلى هذا المستوى يصل؟ لأن هذا الحدث صار تكبير ونوع من بث الإشاعات غير طبيعي، هذا وراء جهة منظمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نقرأ رسالة من السيد مبروك من الإمارات أرسلها كثيرا جدا طبعا، ونفس الرسالة طبعا ولكن سنقرأ بعجالة. يقول أخي محمد، عاد رئيس الوزراء حيدر العبادي لمطالبته بحصر السلاح بيد الحكومة في وقت اعتبر فيه الكثيرون أن تحالف سائرون مع الفتح وتحالف المسلحين وسط مخاوف برلمانية من عواقب المناكفات السياسية على الوضع الأمني. قال مصدر صحفي في تصريح له أن رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا للعمل من أجل حصر السلاح بيد الدولة،
وأضاف المصدر أنه منذ أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال لقاء مع زعيم قائمة الفتح هادي العامري التحالف بين القائمتين، بدأ ناشطون يطلقون على التحالف اسم تحالف المسلحين، خصوصا أنه بين تيارين يمتلكان مجموعات مسلحة ويتهمان بتخزين أسلحة بشكل غير شرعي. من جانبه بيّن العبادي أنه من المهم استمرار حياد القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية وأن تقوم بعملها لحماية المواطنين. هذه النقطة يوضع تحتها مئات الخطوط الحمر بقضية حماية أرواح المدنيين. حضراتكم ولا تحتاجون طبعا إلى تذكير ولا تحتاجون إلى معرفة أكثر، أنتم تعرفون أكثر مني تحديدا للمواطن العراقي الذي يعيش في هذه المأساة في هذه الدولة. هو يرى ويشاهد يوميا تعامل القوات الحكومية مع المدنيين، من ابتزاز في السيطرات، من اعتداء وإهانة، من عدم احترام، من رشاوة، من انتهاكات، من خطف بدون مذكرات قضائية، اعتقال بدون مذكرات قضائية، تعذيب في المعتقلات والسجون. لا يحتاج الموضوع إلى شرح أكثر. طبعا هو بقية الرسالة هي خبر، والخبر تم تداوله في قناة الرافدين. شكرا سيد مبروك من الإمارات. طيب معنا السيد أبو ياسين. أبو ياسين تفضل. حياك الله أخي محمد وحيا العاملين بالقناة. حياك الله، أهلا وسهلا أخي محمد. عند ثلاث نقاط مقتدى الصدر من ضمن اللي اتمنى قاعد استحالت بها هاي العصابات الإجرامية، واحدة من السلاح المنفلت ووحدة دعم الجيش والشرطة، والأخرى هيبة الدولة. يا طيب يا مقتدى الصدر، أنت أول من تجاوز على هيبة الدولة وقف في حفلة من الدولار مظاهرة، أما دعم الجيش والشرطة هو أنت من دمر الدفاع والداخلية غير بزكزك من الشاب الوزارتين، والثالثة السلاح هذا مو منفلت، هذا السلاح مدعوم للدولة، مدعوم من إيران لأمريكا واضح. هل معقول أمريكا ما تقدر تطلع على هاي الميليشيات؟ هاي الميليشيات زرعتها أمريكا وإيران تدمير الشعب. أخي محمد، أما المحتقرين الصقلاوية صلاح الدين ونينوى هذا ذول السياسيين ذول أرناب الاحتلال، هل طلبوا معتقلينهم؟ أخي محمد هم اللي اقتلتهم القوى الدين. هسه الدفاع يقول مو عندي، الداخلية تقول مو عندي، الميليشيات مالها تقول مو عندي، زين بالعكس هم القاع 4000 أكثر من 4000 مواطن. بعدين جريمة اللي صحت بين كركوك بين الغير، أنا أعدي أذكر بالواقف بالمناسبة أنا معاتبهم، يعني من ظهرة وطلبة وبعدام المعتقلين، زين المعتقلين هذول يا ناس كلهم ناس رياب السجون، أتحداهم إذا عندهم معتقل داعشي واحد، يا ناس لا تجبون بالناس الفقراء في السجون عن عدمهم، هذول كلهم ناس رياء لا حول ولا قوة، ناس مهلكة كلها وجاية كذب ومال تعذيب وشغلات كلها ناس ابرياء. ما قتلت داعش اخوان، انت داعش فيني من القانون في اليسرى، داعش زرعته ايران وامريكا وهذا الحجه الوهمه الجذبيه المرجعيه، هذا الفيلم لا تضحكون على العالم، تقتلون بالناس الابرياء بحجه داعش وغير داعش. اخي هذا صدق بالله العظيم دوله ما تمشي، الشعب يمكن الله سبحانه وتعالى حامدون هم اللي دمروا الشعب، هم اللي جابوا قتل للشعب وجابوا كل المحتاج هاي المحافظات دمروها بالكامل من ناحية من 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 الحدود احزام بغداد من 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 ابو غريب والتصاعد للقائم، ما خلوا الموصل، ما خلوا، ما دمروا صلاح الدين وذول الاذناب السياسيين السنه، والله عندهم كفر من الشرف وعندهم غيره، يقولوا معارضين نصر ناس يوم هاي ناس تنذب ناس تقتل الجمله نفس الابرياء يجون مليانه كل الابرياء ناس كلها تهجمت بيوتها، لا خليتوا جامع، لا خليتوا بنايه، لا خليتوا مشروع، لا خليتوا جسور، شنو اللي كسب الشعب؟ هذا موضوع مشروع ايران وامريكا، اطلعوا لنا بالجنوب كافي، الظلوم ترك عليكم المرجعيه وغير المرجعيه، تعال تصدقوا بالله العظيم ما اسوء من المرجعيه غير مقتدى الصدر. شكرا ابو ياسين، اشكرك، كنت معنا من بغداد. طبعا هناك من يقول بأنه من أعطى قيمة لهؤلاء، وأنا أقصد هنا زعماء الميليشيات، هي السلطة الموجودة في العراق. عندما يتحدث نور المالكي ويقول بأنا الأب الروحي للحشد الشعبي، والحشد الشعبي مكون من مجموعة من الميليشيات، والكثير يعلمون طبعا أن نور المالكي يتحكم بكثير من هذه الميليشيات، يدعمها مالا وسلاحا وأفراد كذلك، كيف يمكن لهذه السلطة أن لا تعطي قيمة لهؤلاء، أن لا تعطي قيمة لهم، أن يؤخذ موعد من زعيم ميليشيا لكي يلتقي به وزير أو يلتقي به نائب، أن يذهب رئيس البرلمان ورئيس الحكومة للجلوس
مع زعيم ميليشيا في العراق للحديث معه والأخذ والعطاء بقضايا تخص البلد والوضع الاقتصادي والوضع السياسي والوضع الأمني. كيف يمكن لدولة تتعامل مع عصابات مسلحة بهذا الشكل، أن تقوم بحصر السلاح بيدها، أن تقوم بتفكيك هذه الميليشيات، أن تقوم بتقليم أظافرها أو قطع أيديها أو تحجيم دورها وما إلى ذلك من هذه الخطوات التي يمكن أن تتبعها أي دولة في العالم من الدول المحترمة المتزنة طبعا التي تتبع القانون الحقيقي الذي وضع وليس قانون احتلال، أن يطبق هذا القانون بحذافيره على الجميع، على المسؤول وعلى المواطن. ولكن في العراق الموضوع مختلف تماما. الموضوع أن هؤلاء عندما يخرج زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس أوس الخفاجي ليهدد باقتحام سجن الحوت في الناصرية وإعدام المدنيين المعتقلين الموجودين هناك، إن لم تنفذ السلطة هذا الموضوع فأنت تعيش في غابة وليس في دولة. أن تنفذ السلطة حكم الإعدام بهم حتى لا يحدث فضيحة باختراق ميليشيا للسجن فهي مصيبة أكبر، مصيبة أن تخضع الدولة لهؤلاء، مصيبة أن نرى أوس الخفاجي قائد هذه الميليشيا والذي تقاتل ميليشياته في سوريا تقتل مدنيين وتقتل مدنيين في العراق، أن يقف معه ضباط يرتدون رتب من الجيش والشرطة وأن لا يلقوا القبض عليه وهو حامل سلاح خارج إطار القانون. هذه هي المصائب التي يعيشها العراقيون للأسف الشديد. يقول أحد المشاركين: أكو بلد بالعالم يتحكم به أو تتحكم به عصابات وميليشيات شكلت بفتاوى عمايم وخلقت فتنة كانت نائمة لعن الله من أيقظها وهجرت الملايين من الشعب، وهذا الحال حال الوطن، جوع ومرض وتخلف ومخدرات وعصابات للسرقة وملاهي ودور دعارة أو دعارة وأصالات للقمار. هل هذا بلد إسلامي؟ وأي دين مزيف يقتل ويهجر الأبرياء والشعب يستجدي الأكل والكرامة؟ للأسف. معنا اتصال السيد أبو يحيى من ديالة، تفضل أبو يحيى. عليكم السلام محمد أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامي على قناة رافدين تاجر قناة رافدين تاجر. حياك الله، أهلا وسهلا. أخي أستاذ محمد، والله هذا حتى عبادتي شلون واحد حاط كاتب ورقة أمان وكاتب الأمان حاطة صاروخ ويدفع فيها يلول فيها، يعني كاتب ورقة ورقة ها أفهم معنى الكلام اللي أقول لك إياه. العبادتي حصرا سياسة الدولة سلاح سياسة الدولة حسرا والله ما أصدق عمي تعال تكتب وتجمع وتكتب وأي واحد حسسته موجود يعني داخل الجالة داخل الجالة والله غمسك عين ياخذون البشر من بيته لا حكومة شفت شوف عينه شوف عينه ماكو 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 ما ظلت حكومة ما ظلت حكومة بالعراق ماكو حكومة حسرا حسرا بيد الدولة والله كذب والله كذب والله بعد العبادي مو العبادي ابو العبادي بعد ما يصلح. طيب ابو يحيى ابو يحيى من اللي يقدر من اللي يقدر سيد ابو يحيى من اللي يقدر ان يخلص العراق من هذه الميليشيات؟ يعني السيد ابو عمر من السليمانيه تحدث ب طبعا ابو ناصر من تركيا عفوا قال بانه او ابو ياسين من بغداد تساءل عن هل امريكا جاده في عمليه تخليص العراق من السلاح ومن الميليشيات. أمريكا ليست جادة بقضاء على الميليشيات والعبادي والحكومة لا تستطيع، من الذي يستطيع؟ اسمعني اسمعني كل الإدارة اللي دار هسه اللي دار قندار هذا العزية وهالقتل وهال أنا كله يتحمل أمريكا من الأول لا يرفع عليه مهجومة بيته أمريكا والدول الموجودة هسه الكويت طبعا من الأول لا يرفع عليه إن شاء الله سرطان فيه الكويت والسعودية، السعودية تدري صارت هسه متنمى طبعا ما تعلن بالإعلام، متنمى السعودية طول تبقى بعد 1000 سنة متنمى على الرئيس صدام حسين فزعت وياهم وجابت. شكرا أبو يحيى، شكرا أبو يحيى. هذا ليس منبر للتجاوز على الآخرين، نحن نتحدث عن قضية العرب خارج حلقتنا لهذا اليوم.
الموضوع هو عن انتشار السلاح والميليشيات بيد الميليشيات. طبعا انتشار السلاح والميليشيات في العراق، حصر السلاح بيد الدولة هو قرار دعت إليه هذه السلطة لينفذ، ولكن لم ينفذ مثل كثير من القرارات الأخرى غيرها التي لم تطبق عن طريق طبعا البرلمان أو عن طريق السياسيين أو حتى عن طريق هذه السلطة. معنا رسالة من أبو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحية لحضرتك أستاذ محمد ولكل كادر قناة الرافدين المحترمة. يا حيدر العبادي، أليس أنت المسؤول عن حماية كل عراقي؟ ألم تسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ العبادي لا يستطيع أن يردع أي فصيل مسلح لأن كل الميليشيات المدعومة بإيران أو من إيران، وهو حاليا مشغول بالحصول على ولاية ثانية وليس مشغول عن أمان العراق وشعب العراق. لعنة الله وملائكته وكتبه ورسله على الحكومة والسياسيين والبرلمانيين والبرلمانيين والمرجعية وكل المعممين الذين دمروا العراق. أيضا يقول أحد المشاركين: تحية من أهل الحرمين إلى أهل الرافدين. المجتمع الدولي هو ما يتحمل ما يحدث في العراق الحبيب من إجرام في حق الإنسان والإنسانية. سعد، شكرا أخ سعد للمشاركة. طبعا نتابع الآن مشاهدينا الكرام على قضية المخطوفين على يد تنظيم الدولة على طريق بغداد كركوك والذين تم إعدامهم بعد ذلك. نتابع حديث طفلة أحد المخطوفين وهي تحمل الحكومة مسؤولية قتل أبيها، فنشاهد. الحكومة ما طلعوا أبويا، أبويا هسه مات وذمتهم ما طلعوا أبويا وحلفتهم ذمة، بس صارت الذمة برقبتهم هسه، ورب العالمين شلون حيسووا بيهم؟ إن قال راح نطلع أبويا، ها وين أبويا؟ ما شفته بداية. إن قال راح نطلع أبويا، يلا ما شفته بداية أبويا، راح أبويا ومات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولكي لا يكون الحديث مجرد كلام نعرض لحضراتكم عملية اغتيال لمدير جوازات بابل من قبل ميليشيات مسلحة. احمد نزلك عليه شنزير كما تابعتم مشاهدينا الكرام في وضح النهار وبدون أي خوف بدون أي رادع تم تنفيذ عملية الاغتيال هذه بكل برودة أعصاب. أطلق النار على مدير الجوازات في محافظة بابل، أغتيل مثله مثل غيره الكثر من الأشخاص الموجودين في العراق، إن كانوا يتبوؤون مراكز حكومية أو إن كانوا كفاءات أو إن كانوا مواطنين بسيطين لا حول لهم ولا قوة، ولكن تم الوشاية بهم من قبل البعض، اختلف مع أحد مرتبط بميليشيات وإذا به يغتال بشكل كما لاحظتم. طبعا هذه وسيلة من وسائل الاغتيال، كاتم الصوت الذي انتشر في العراق، مسدس الكاتم الذي بسببه ذهب المئات بل الآلاف من العراقيين بدون أي ذنب. طبعا مجرد انتشار للسلاح بهذا الشكل في العراق يؤدي طبعا إلى هذا المشهد المؤلم للأسف الشديد الذي تابعته في بلد لا يستطيع الإنسان أن يؤمن على حياته وحياة عائلته وبيته بسبب هذا الخوف. بلحظة يمكن لعائلة أن تفقد معيلها وتدمر هذه العائلة طبعا بشكل مؤسف للغاية، لأن رب العائلة ربما هو مختلف بوجهة نظر، مختلف بقضية معينة مع زعيم ميليشيا، مع فرد ضمن ميليشيا،
وهذا هو المسلسل في العراق. معنا اتصال سيد ابو مصطفى من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون يا محمد؟ حياك الله ابو مصطفى. الاكاذيب من هذه نعم، الاكاذيب الموجوده في عصابه الخضراء، احنا اليوم صارنا 13 14 رابطه 15 سنه على هاي الاكاذيب. الشعب كله واعي ويعرف دين، والشعب مسلوب الاراده، الشعب يمشي، اي نفر يمشي من الشعب في الشارع هو يخاف من خياله من الشرطي. رجعت حليمه على قاعدتها القديمه، يعني انا اذا صار بالشارع الشرطي والعنده بالحشد اذا يتعدى على المواطن، المواطن لا حول ولا قوه يثبت امامه لو ما كان ابو جاسم. راسل يقول له انا بالحشد، لو انا شرطي، لو انا عسكري، ولا هذه ولا الدوله ماكلينها هم. يعني المواطن العادي ما له اي نفوذ بها. نعم. محروم الاراده، محروم الحقوق. اما مال السلاح يجب ان يكون تحت ايد الدوله، هذا الحكي احنا شبعنا منه. واحنا الشعب العراقي مو حشاكم، حش الشعب مو غبي. احنا ما شاء الله شعب، بس اللي حقيقته ذاك من ذاك اللي ظل جاهل. حتى الراعي عندنا يرعى ويعرف هذه الاساليب الاكاذيب اللي تسجل بينا يوميا. احنا نشوف من هذه الحكومه ما لا يرضي لا الله ولا عباد الله الصالحين ولا بشر، حتى المراه الطيبه هم ما تقبل باساليبهم. فما عندهم شيء صحيح. السيطره ايران وامريكا، والشعب مجرد ذبيحه امام هذه الطغمه الفاسده. هو الطفيلي ما بي علي الامين العلامه الشيعي اللبناني قال هو خوش الشاي او صفه احقر واكذب واكذب، يعني كل الصفات واوصفها بهم هي صحيح. لم يشهد العراق ولا الامه العربيه ما قبل الاسلام ولا كان احقر من هؤلاء الزمر الفاسده. فاحنا شنو نترجى منه؟ شنو ننتظر؟ يعني احنا مجرد ذبيحة أمام هؤلاء الفاسدة. شكرا أبو مصطفى، كنت معنا من الموصل، أشكرك شكرا جزيلا المشاركة. الوقت شارف على الانتهاء. إذن باختصار شديد مشاهدينا الكرام، في حلقتنا لهذا الأسبوع من منبر الرافدين تحدثنا عن موضوع انتشار السلاح وفوضى السلاح والميليشيات في عراق ما بعد الاحتلال، كان هذا هو العنوان. بعد الاحتلال الأمريكي انتشرت هذه المجاميع المسلحة بشكل كبير وفعلت في العراقي والعراقيين ما فعلت من إجرام ومن انتهاكات صنفتها منظمات حقوقية ودولية، نشرت بكثير من الصحف، نشرتها محطات إخبارية، عرضت بمقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا نحن كان ربما لدينا النصيب الأكبر من عرضنا للإجرام الذي حدث والمقاطع التي انتشرت من انتهاكات الميليشيات وغيرها. طبعا هذا طبعا فخر لقناة الرافدين ولي كعامل في قناة الرافدين أن نحظى طبعا بهذه المواد الكثيرة التي عرضناها تثبت الإجرام والانتهاكات التي حدثت للعراقي والعراقيين. الميليشيات تمتلك أسلحة الآن تضاهي قوة الجيش الحالي، كما قال هادي العامري في استعراض عسكري للحشد الشعبي. بهذا الموضوع مشاهدينا الكرام ننتهي من حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع. نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.